الله لن نهنأ ولن تهنأ جفوننا إلا بالنصر المؤزر بإذن الله. طبعا إخواني لابد من التركيز على نقاط عدة. نحن كلنا نريد أن نقف إلى جانب دولتنا، وكلنا نريد أن نلبي نداء دولتنا التي طلبت منا مثل هذا المطلب ومثل هذا الموقف. لكن يا إخواني، حذاري حذاري من العجلة، وحذاري حذاري من الاندفاع. ولاة الأمر يدرسون الموقف ويقدرون الموقف ويعلمون تمام العلم متى وكيف يجب أن نذهب وبأي طريقة يجب أن نذهب. فبالتالي يا أخواني، كثير من النداءات التي ظهرت، نريد الجهاد في سبيل الله، نريد التطوع من أجل الذهاب إلى اليمن، يا إخواني كل هذه المسائل تكون عن طريق القادة وولاة الأمر. فبالتالي نبتعد بارك الله فيكم عن الاجتهادات وعن الرسائل التي تبعث. هناك رسائل وصلت للأسف فيها أسماء، فيها أسماء ممن يريدون التطوع من أجل فتح الحدود والذهاب وغير ذلك، والتلفظ بألفاظ لا ينبغي. نحن لدينا حرب مع المعتدي، مع الحوثي، لدينا حرب مع المخلوع صالح، يعني عبد الله صالح. فبالتالي نعرف من نقاتل تماما. أما أن نخرج بألفاظ ونخرج بمصطلحات هي قد تدخلنا في مشاكل كثيرة، وقد تدخلنا في مسائل نحن في غنى عنها، نبتعد عنها تماما يا أخواني بارك الله فيكم. هذه مسألة. المسألة الثانية، البعد، كل البعد عن الإشاعات. كثير من الإشاعات يا أخواني ظهرت في تلك الفترة، في اليوم الأول والثاني، وحتى اليوم تظهر كثير من الإشاعات. أسماء الشهداء، وفي النهاية كانت قائمة لبعض خريجي إحدى الجامعات، جامعة دولة الإمارات أو جامعة الإمارات، لا أعرف يعني صحيح. جزاهم الله خير الأخوة في النيابة العامة في أبوظبي، أمروا بالقبض على هذا الشخص وباستجوابه من أجل حد مثل هذه المسائل. لكن هذا ابن من أبناء دولة الإمارات أو مقيم من المقيمين، وأعتقد أنه ربما مواطن، مش متأكد من المسألة هذه، وهو عمل هذا الأمر من باب حسن النية. لكن يا أخي ما تعرف ما الضرر الذي أوقعته. كثير من الأخوة وضعوا صور على وسائل التواصل الاجتماعي، في النهاية تبين أن هذه الصور ملفقة، أن هذه الصور قديمة، أن هذه الصور غير صحيحة. يا أخي الكريم، خذ أخبارك من مصادرك الرسمية. حينما تجد الخبر قد نشر على وكالة أنباء الإمارات، على تلفزيون الشارقة، على تلفزيونات الدولة، على خدمة أخبار الشارقة العاجلة، على الخدمات الإخبارية العاجلة الرسمية، أو حتى ليست الحكومية وإنما الرسمية المصرحة من المجلس الوطني للإعلام. أما هناك وسائل إخبارية أو حسابات إخبارية على تويتر كثيرة لا نعلم. حتى من أغرب ما رأيت صباح هذا اليوم، للأسف استيقظت صباحا وإذا برسالة تصلني، خدمة لا أريد أن أذكر اسمها على اليوتيوب، تتسمى باسم قريب يعني منا، ولكن حينما تدخل سم يا أخواني، سم، لا تدس السم في العسل، بل سم صراح، سم صراح، ويتسمون بأسمائنا. فيا أخواني بارك الله فيكم، لا تنشروا مثل هذه المقاطع إلا التي تأتيكم بشكل رسمي. تابعوا واحرصوا، واحرصوا على المتابعة، الفولو بشكل باللغة الإنجليزية، الفولو، الفولوورز الذين تتابعونهم يجب أن يكونوا رسميين. القنوات الرسمية، التلفزيونات الرسمية، وكالة أخبار أنباء الإمارات، هذه نقطة جدا ضرورية. قد تقول أريد أن أتابع بعض الأشخاص وبعض الخدمات الإخبارية من أجل أن أعرف أخبار. يا أخي هذه الخدمات الإخبارية كحاطب ليل كما يقال، تسعى على حساب المصداقية والدقة، تسعى من أجل فقط الإثارة، الفوضى، والعجلة، والسبق الصحفي. نحن كلنا نريد سبق صحفي، لكن الإثارة لا ينبغي أن تكون هي ديدننا. يا أخواني الدقة، ثم الدقة في نقل الأخبار، لأن من نقل خبرا وهو لا يعلم مدى صحته كمن شارك في إشاعة فتنة، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، ونحن في زمن يجب أن نتحرى ونكون في بعيدين كل البعد عن الفتنة. هذه بعض المسائل. كذلك من المسائل التي يريد التنويه عنها يا أخواني،
قضية عدم إرسال صور إخواننا الشهداء. ربما تأتي بعض الصور التي لا تليق بهم، انتشرت بعض الصور، وقد نبه الإخوة من المصادر الرسمية سواء في القوات المسلحة أو في المجلس الوطني للإعلام بأنه يجب عدم تداول مثل هذه الصور، لأن استقبال الشهداء يأتي في مواكب تليق بهم، ويأتي في طريقة تليق بشهدائنا الأبرار. فبالتالي أن ننشر مثل بعض الصور التي قد لا نتأكد منها يا أخواني، هذه مسألة ليست جيدة. أسماء الشهداء، قبل أن أدخل على الهواء مباشرة، كلمني أحد أقاربي، لا أقول الشهداء لأننا لا نعلم إذا كان قد استشهد أو لا، أحد أقارب الذين لا يعلم مصيرهم الآن من الأخوة الموجودين في اليمن، من المفقودين إذا صح التعبير. يقول يا أخي لا نعلم، الأسماء تنشر في الصحف، والصور أحيانا تنشر بدون أسماء، فبالتالي إلى الآن لم يأتنا خبر رسمي. اجعلوا الأخبار يا إخواني تصل إلى ذوي الشهداء من الأماكن الرسمية، من القوات المسلحة مثلا على سبيل المثال، اتركوا لهم فرصة، اجعلوا لهم فرصة من أجل أن يبلغوا ذوي الشهداء بأن ابنكم قد استشهد أو جرح مثلا على سبيل المثال. أما أن ننشر نحن صور وننشر نحن أخبار، ثم عفوا يعني كلنا فينا حرقة، وكلنا نحب وطننا، وكلنا ننتمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. أما أن نعمل ضغط بشكل كبير جدا في أول يوم، للأسف من بعض الذين لا يفقهون كيف يجب أن يتعامل الإعلام ووسائل الإعلام مع مثل هذه المسألة، لا يفقهون، عملوا شيء من الضغط غير الطبيعي على وسائل الإعلام وعلى الجهات الحكومية الرسمية، حتى الحمد لله رب العالمين يعني تمت المسألة. يا إخوان يجب أن نكون في وعي ودراية. أكتب أي شيء فقط من أجل يعني عفوا عفوا يعني أريد أن أصير بطل على حساب الأبطال، أريد أن أصير مشهور في تويتر ولا في إنستغرام على حساب الشهداء وعلى حساب القضية الوطنية هذه يا إخواني. يعني أتمنى يا إخواني بارك الله فيكم التريث في هذه المسألة. نقطة أخيرة يجب أن أقف عندها، الحمد لله رب العالمين، يمكن ذكرتها بشكل عارض، أن هذه المشكلة وهذه المصيبة وهذه الأزمة التي مررنا بها، والله ثم والله ثم والله قربتنا من الله سبحانه وتعالى أولا ثم من ولاة أمورنا. مهما قال القائلون ومهما عزف للأسف الناس الذين يريدون أن يعملوا المشاكل، ومهما غردوا بعيدا عما نحن فيه، فقربتنا من الله أولا ثم من قادتنا، قربتنا كثيرا. نجدهم من أوائل الناس الذين يعزون، نجد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، محمد بن راشد، سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، محمد بن سعود القاسمي، كذلك نشاهد مثلا الشيخ سالم بن عبد الرحمن في الشارقة هنا، شيوخ كلهم، الشيخ هزاع، الشيخ حمدان بن محمد، الشيخ كذلك منصور، نشاهد الشيخ حمدان بن زايد، نشاهد كل شيخ نهيان، كل الشيوخ الحمد لله، الحكام، كل الحكام نشاهدهم الحمد لله رب العالمين قد يعني ذهبوا أو ابتعثوا من يقوم بواجب العزاء. فالحمد لله رب العالمين هذه الأزمة بيّنت كيف أن دولة الإمارات كالبنيان المرصوص. الحمد لله نحن كالبنيان المرصوص، نقف إلى جانب حكامنا ويقفون إلى جانبنا. هذا ما أردت الإشارة إليه. في النهاية الحياة لابد أن تعود طبيعية، ولا بد من أن المدارس تستمر والجامعات تستمر والأعمال تستمر. ثم أخواني، سقوط الشهداء لا يعني الخسارة، سقوط الشهداء لا يعني فقدان النصر في الحرب أو الهزيمة في الحرب أبدا. سقوط الشهداء هو دليل على أننا بإذن الله إن شاء الله سائرون على الطريق الصحيح، النصر أو الشهادة. جاءتنا الشهادة ويأتينا بإذن الله النصر المؤزر المظفر العاجل غير الآجل بإذن الله. فبالتالي لا تدعوا مسألة الشهادة هذه تحطم نفوسكم، تنخر فيكم اليأس، تنخر فيكم العجز، أو ربما تتطلب منكم الذلة وتتطلب منكم الهوان. أبدا، اجعلوا من هذه الشهادة مشوارا جديدا لبدء حياة جديدة بعون الله، بقوة الله، وبنصر الله بإذن الله.
إذا إخواني هذا ما أردت التنبيه عليه، سوف أستقبل رسائلكم النصية القصيرة على 6